عمرك باش تلقى اغنيه مثلا تلقى اغنيه من عام الجوال لماذا خلي الجديد واش غدير مع لك الجديد حنا وزين تاع المطر الجديد راه كيجي ملي كيجي الجديد راه كدير الجديد هو اللي كياك ولا لا كتطيح فكيجي كيجي الهام تيجي بوحدو اللي كيفرضوا عليك انك دير واحد الحاجه ما كت ما تجيش كتجي مرتجز تبحث خصك تبحث على قصه كيفاش كانت واحد الاغنيه عندها قصه وعندها بحال هذيك واحد الوالده عاودت لي واحده مزيانه مهمه واحد الراجل هو بنته صغيره وهذا الشيء وفي في عام الجوع داك عم باقي ما تزاد لا ولا انت ولا حتى واحد ولا حتى داك قال لي هذيك قول له حميده باقي حتى هو غير ما تزاد الساعه واحد الراجل هو بنته كيطلبوا بهذيك الاغنيه والبنت كتعد الكلام والبو هو اللي كيرد على ديك انت قول له انت قول له اخونا في الله كاينه هذه وكاينه ديك صغار الرياح الهيجة وصغار الرياح الهيجة كل عديم ماشي ما عجبتنيش الله يهديك اولا نذكر ناحيه الكلام ناحيه مثلا في نظري من بعد انت غادي تعقب كيما بغيتي انت مثلا قلتي في الكلام عيون الظالم نايمه انا في نظري عين الظالم نايمه طبعا غتكون عين الظالم نايمه لانه مهني هو ظالم كيصعب راسه وقلب المظلوم حاضي ماشي عين المظلوم قلب المظلوم حاضي يعني هو اللي مألمه غير انا الحاجه اللي اسمو هو مزيان شري قلتي غير انت انا نعسري داك الدار هذاك الدار ما انا خصو ما ينعس دابا خصك كلشي دير فيه الضحك خصها با كلشي لا تبدا دير من دون ضحك وما ما بقاوش لا عام ما نضحكوا وندربوا من بعد بدات باسم الله روحي به اهتدت الى اكشف اسرار بباطنه انطوت وصليت في التالي على خير خلقه محمد انزاح الضلاله والغلت سألتك بالاسم المعظم قدره بأجأه والجلجل وجلجلت فكن يا إلهي كشف الضر والبلاء بها جلا هما بها الهلت عقلي ضاع مع هذه البنت أمي كنشوفها في كل فيما مشيت تتبان لي حتى دابا ملي كنت كنقرا في هذه العزيمة وبانت لي في الكتاب تلفاتني علاش كندير عرفت كاع أنا البنت ما عرفتهاش منين جات
دوبة مرحبا طريق الخوا مرحبا بحر يا قوتا مرحبا See you.